كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. نحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الحق يا أيها الإخوة أن الإنسان ضعيف بنفسه، فإذا استمد معونة من ربه سلم. أنت في طريق الهداية، في اهدنا الصراط المستقيم، في هذا الدرب الذي قررت أن تسلكه ضعيف بمفردك، لكن إذا أمدك الله تعالى بمعونة من عنده أعانك. لعل شابا فينا يقول: كيف أنضبط بضوابط الشرع وترون الفتن من حولنا تطوف وتضربنا يمنة ويسرة؟ لعل رجلا يبحث عن الحلال في ماله يقول: من أين لي بالحلال؟ والحلال صعب جدا والحرام موفور. لعل فتاة تقول: كيف لي أن أنضبط بالثوب الشرعي وأرى من حولي من الفتيات من يظهرن مفاتنهن بطريقة عجيبة، كيف لي أنا أن أنضبط؟ لعل ابنا يقول: كيف لي أن أبر أمي وأبر أبي مع هذه الصعوبات في الحياة؟ لعل طالبا في الجامعة يقول: كيف لي أن أغض طرفي وأغض بصري وأنا شاب في مقتبل العمر وقد أودعت من الشهوات والملذات ما الله به عليم، ثم أرى من حولي هذه المشاهد؟ كيف؟ صحيح أنت وحدك لا تستطيع، أنت وحدك ضعيف، أنت مثلي، فينا من الضعف وخلق الإنسان ضعيفا. لكن إذا أنت استمددت مددا من حضرة الله عز وجل، لكن إذا أنت افتقرت على باب حضرة الله عز وجل، لكن إذا أنت انكسرت بين يدي الله عز وجل، لكن إذا أنت خشع قلبك لله عز وجل، لكن إذا أنت أظهرت عدمك لحضرة الله عز وجل، عندها سيعينك الله عز وجل. والله عز وجل أرشدنا قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لعل أبا يقول: كيف لي بصلاح أولادي في هذا الزمن الذي تضرب فيه الفتن والشهوات والأهواء يمنة ويسرة؟ كيف يصلح الله، كيف يعني ينصلح أولادي؟ الجواب: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كان رجل من الصالحين يكثر من صلاة الليل، فرآه ابنه مرارا وتكرارا يكثر من صلاة الليل، قال: يا أبتي أراك تكثر من صلاة الليل. قال: من أجلك يا ولدي. أنا يا ابني عم بدعي لك دعاء خير الله مشان الله عز وجل يسلمك. يا أخوان الحياة حقيقة صعبة، وقد رأيت ورأيتم في الحياة، يعني رأيتم أشياء عجيبات، رأيتم أبناء شيوخ لا يكونون صالحين، وتعجب أن هذا الشيخ الذي وراءه من وراءه من الناس الخيرين وقد كتب الله هدايتهم على يديه، كيف لم يستطع أن يهدي ولده؟ لأن الهداية الحية ليست لا بيد الشيخ ولا بيد أحد من عباد الله تعالى، ليس لك من الأمر شيء، الله عز وجل هو الذي يهدي. هنا لقد رأينا شيوخا أولادهم لم يكونوا صالحين، لقد رأينا أساتذة في الجامعة أولادهم لم يحصلوا شهادة الإعدادية. لعل الأب يريد أن يقبل رجل ابنه: يا بابا بس خذ شهادة الكفاءة وترك بعدين، خلاص ترك. ما مستحيل أن يأخذ هذا الابن شهادة الإعدادية بس ما بده يصير لا طبيب ولا مهندس. كيف
أستاذ الجامعة لم يستطع أن يؤثر في ولده، لأن الأمر الحقيقة معقود في السماء. لذلك الأمر صعب جدا يا أخوان، الأمر صعب جدا يا أخوات. في الدعوة إلى الله أنت أحيانا تسلك درب الدعوة إلى الله، ودرب الدعوة ليس مفروشا يعني بالراحة، وليس مفروشا بالورود. تأتيك أشواك، وتأتيك عقبات، وتأتيك هموم، وتأتيك كروبات، ويأتيك من يخيفك، ويأتيك من يؤذيك، ويأتيك من يشتمك. كيف بدك تبقى مستمرا؟ أنت تلتزم في درب المسجد، أحيانا أبوك يخاصمك لأنك تأتي إلى المساجد. وأنا أعرف والله بعض الشباب عندما جاءوا إلى المساجد كان أبوه يغلق عليه باب البيت ويقفل عليه باب البيت حتى لا يخرج إلى الدرس. أحيانا أمك تعاديك لأنك تأتي إلى مجالس العلم. أحيانا أصحابك يستهزئون بك ويسخرون بك لأنك تحضر في مجالس العلم. أحيانا جيرانك يجعلونك هزأة لهم لأنهم يرونك سلكت في درب الله عز وجل. هذا يسخر بيقول لك أخي بركاتك شيخنا، وهذا شلون إن شاء الله سلموكم الإفتاء، وهذا بيجي بيتمسح فيك ساخرا منك. طيب كيف وأنت إنسان بالأخير، أنت لست جدارا ستتأثر، لكن كيف لك أن تثبت؟ كيف لك أن تستمر؟ كيف لك أن تصمد؟ كيف لك أن تستقيم؟ كيف لك أن لا تتهاوى؟ كيف لك أن لا تتساقط؟ كيف لك أن لا تتراجع؟ كيف لك أن لا تنسحب من هذا الدرب من الصراط المستقيم؟ الله عز وجل أرسل رسالة: واستعينوا بالصبر والصلاة. لابد يكون لك صلة مع الله عز وجل. لذلك نصيحة يا أخوان، ما استطعتم أن تكثروا من ذكر الله افعلوا، أكثروا من ذكر الله. الصلاة صلة مع الله عز وجل. كل أهل التربية الروحية متفقون أن سالكا إلى الله عز وجل لابد أن يكون له وظيفة في كل يوم من ذكر الله تعالى، حتى يصير ذكر الله تعالى أحب إليك من كل شيء سواه. تذكر الله تذكر الله تذكر الله حتى يفتح لك أبوابا لا تخطر لك على بال، حتى يذيقك لذة مناجاته، حتى يذيقك حلاوة القرب منه. إذا ذقت حلاوة الإيمان، إذا ذقت حلاوة القرب من الله، إذا ذقت حلاوة القرآن، إذا ذقت حلاوة طاعة الله عز وجل، إذا ذقت حلاوة المناجات، إذا ذقت حلاوة الصلاة، عندها لو اجتمع أهل الأرض أن يخرجوك من هذا الدرب ما يستطيعون، لأنك ذقت. يا أخواني اللي بدوء العسل، لو جبنا له أهل الأرض كلهم يقولوا له العسل مو طيب، العسل كريه، العسل مقيت، العسل مزعج، العسل سيء، داء داء، احكوا قد ما بدكم، هو الرجل ذاق. أما إذا واحد ما داء طعم العسل، ممكن إذا إجوا اثنين ثلاثة من السنين، اثنين ثلاثة عندهم طرق دخول وخروج في المواضيع، ممكن أن يقتنع لأنه ما ذاق. لذلك قال الصالحون: من ذاق عرف. يلي بيذوق لذة القرب من الله، يلي بيذوق لذة ذكر الله، يلي بيذوق لذة القرآن الكريم، يلي بيذوق لذة المناجات، يلي بيذوق لذة قيام الليل، لذة التهجد، خلاص بإذن الله عز وجل هو مستمر في هذا الطريق. واستعينوا. الآن يا أخوان يلي عم يأمر هو رب العالمين، ألا يعلم من خلق؟ بلى، وهو اللطيف الخبير. الله يقول: يا عبادي استعينوا. ولا تنسوا أن هذه الآيات جاءت في دراسة حالي أرسلها الله عز وجل لنا عن بني إسرائيل وكيف وصاهم. بس المشكلة بأن هؤلاء لم يلتزموا بأمر الله عز وجل، لذلك غيروا وبدلوا وحرفوا وزاغوا وضلوا وأضلوا. الآن هذا الكلام عام لكلياتنا. إذا ما بتذوق لذة الصلاة، إذا ما بتستمر على الصلاة وعلى قيام الليل وعلى التهجد، إذا ما بكلك ورد في كل يوم بذكر الله عز وجل، ما بتصل، ما بتصل، بتضلك ضيف على الإسلام. اليوم بتجي وبكرة ما بتجي، اليوم بتحضر وبكرة ما بتحضر. هلأ بتكون موجود معنا، إذا خرجت من المسجد وعرضت لك شهوة بتروح وراء الشهوة. هون بتكون منضبط بالشريعة، إذا نزلت على محلك وعرض لك مبلغ من الحرام تأكل الحرام. هون بتكوني موجودة بالمسجد، لكن إذا خرجتي وعرضت لك فتنة مضيت مع هذه الفتنة. لكن إذا كان في صلة بالله عز وجل، لكن إذا ذقت لذة المناجات ولذة القرب ولذة الصلاة ولذة الذكر، وكان لك ورد في كل يوم من ذكر الله عز وجل، هذه الصلة بالله عز وجل تجعلك بإذن الله ثابتة على الصراط المستقيم.
واستعينوا بالصبر والصلاة. بدك ذكر، ورقم اثنين بدك تصبر. يعني هلأ إذا أنا جلست ذكرت الله اليوم وبكرة وبعد جمعة وبعد شهر وسنة، يا أخي ما عم بحس بشيء، بدك تصبر، بدك تصبر. يا إخوان، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقي معتكفا في غار حراء. سيدة خديجة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في غار حراء، لا يأتيني أو يأتيني من الهلال إلى الهلال. شو يعني من الهلال إلى الهلال؟ شهر. الله يكرمنا هيك نكون معكم نخرج إلى العمرة الشريفة، الله يكرمنا وبدنا نطلع هيك مع كل من يستطيع إلى غار حراء لتشوفوا شو معنات غار حراء. غار حراء موجود في منطقة منقطعة ما فيها أحد، لعل الطيور ما تراها في السماء. والله يا أخوان إذا بتكون لوحدك في منتصف النهار في غار حراء لتخاف، في رأس جبل هيك تسلق، بدك تتسلق لتربع الساعة، إذا بحطك وأنت رجل لوحدك في منتصف النهار بتخاف لحالك فوق في غار حراء. ما في حواليك إلا قمم الجبال، ما ترى شيئا إلا قمم جبال وإلا سماء، طيور لا تمر من أمامك، من أمامك. طيب كيف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجلس من الهلال إلى الهلال؟ يعني قاعد شهر. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم شهر شو عامل بغار حراء؟ ما في معه، ولا عم يحكي معك، ولا عم يحكي معي، ولا عم يحكي مع صديقه، ولا عم يعمل، عم يرسل واتساب، ولا عم يرسل فيسبوك، ولا عم يحكي، ولا في اتصال أرضي على الإطلاق. ماذا يفعل؟ السيدة عائشة تروي حديثا عن بدء الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء يتحنث، يعني يتعبد، يذكر الله، يتفكر في خلق الله عز وجل، حتى جاءه جبريل بإقرأ. ولولا هذا الغار ما صفت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صارت قادرة أن تتلقى عن جبريل عليه السلام. لذلك أنتم يا شباب لابد أن تكثر من ذكر الله عز وجل حتى تصير روحك قادرة على أن تتلقى عن الله أوامره، على أن تفهم لما الله عز وجل يقول لك واستعينوا بالصبر والصلاة، تقول سمعنا وأطعنا. لما تسمع الله يقول استعينوا بالصبر والصلاة يرتجف قلبك، لأن المتكلم هو الله، وأنت قلبك مملوء بحب الله عز وجل، مملوء بذكر الله عز وجل، مملوء بهيبة الله عز وجل. أكثروا من ذكر الله عز وجل، إذا استطعتم أن تجعلوا أوقاتكم كلها معمورة بالذكر افعلوا، لأن هذا الإيمان يحتاج إلى أرض يزرع فيها. إذا المزارع ما جهز الأرض، قد ما رشينا بذار ما بتطلع، وإذا رشيت البذار على الصخر ما بيطلع. سامحني، إذا قلبك صخر قد ما سمعت دروس وخطاب وآيات قرآن تتلى ما بتفهم شيء، لأنه عم نرش هالبذار هيك على الصخر، تنزل له شوية مطر بيروحوا بينكبوا على الأرض. لكن إذا قلبك كانت تربته نقية، كانت تربته صالحة، كانت تربته ممهدة، كانت تربته مقطوعة الأشواك منها، ورمينا هيك بثار ما بنلاقي بعد فترة غير تطلع أشجار، هذه شجرة زيتون، وهذه شجرة ريحان، وهذه شجرة تين، وهذا كله ثمار، من كل فاكهة زوجان. لكن على أساس أن يكون هذا القلب جاهز. ما الذي يجعل قلبك جاهزا للتلقي عن أمر الله عز وجل؟ الإكثار من ذكر الله تعالى، أكثروا من ذكر الله عز وجل، استعينوا بالصبر والصلاة. طيب قديش بدي ضلي أذكر؟ بدك تصبر يوم فيوم، وشهر وشهر، وسنة وسنة، إلى أن تلقى الله عز وجل. بس أنت مستمر في الصراط المستقيم، مستمر في ذكر الله، مستمر في الصلاة، مستمر في القرآن الكريم، إلى أن يأذن الله عز وجل بفتح. متى يفتح الله تعالى عليك؟ هذا أمر بيد الله عز وجل. هلا يا إخوان، إذا منجيب أكبر تاجر عنده خبرات علمية وخبرات مالية وخبرات اجتماعية، وساوى أحسن محل وأحسن مول هو فتحه بقلب هالبلد، وجايب خبرات عالمية شرقية وغربية، إذا منجيبه هو وكل الكادر الاستشاري تبعه، وإذا قلنا لهم إيمت الله بده يفتح عليه هذا بالتجارة؟ لك ما بنعرف، نحن نفعل ما علينا بس بعدين على الله. ما يعني ما بستطيع أقول لك أنت خلال 5 أشهر حيجيك 5 ملايين. نحن مطلوب إلينا بنعمل ما علينا، نتوقع أنه خلال سنة يأتي هذا المبلغ، نتوقع، بس ما بقدر أنا أقول لك أكيد، وإذا ما أخذتهم تأخذهم مني. المهندس بيبني لك أحسن بيت، أخي طيب أنت إذا بنيت لي أحسن بيت إيمت بينباع؟
ما بقى شو يعرفني، نحن حنبني أحسن بيت وحنسوق أحسن تسويق، بس الأمر بيد الله عز وجل. طيب أنا حبذكر الله عز وجل إمتى؟ الله بده يفتح علي، هو الفتاح، أنت بس عليك تساوي أفضل ذكر وأفضل طاعة وأفضل صلاة وأفضل انضباط، بعدين الفتاح هو الذي سيفتح. متى سيفتح عليه؟ هو يقرر، بس إذا فتح عليك سيعطيك ما لا يخطر لك على بال. نصيحة يا شباب اللي عمره 15 سنة 16 سنة و 18 سنة، الآن زمن الفتح، الآن زمن البذار، الآن زمن تمهيد وتسميد الأراضي، الآن زمن الإقبال على الله. يا شباب العشرين والخمسة وعشرين والثلاثين، لا تنتظروا لحتى يصير عمرك 60 و70. طبعا والآخرون نحن كلنا عباد الله عز وجل وكلنا مخاطبون، واستعينوا بالصبر والصلاة. بس الحقيقة فرق كبير بين من يقبل على الله ويتذوق القرب منه وهو في أول عمره ويستمر في هذا الإقبال على الله، وبين من يضيع عمره بعيدا عن الله، بعدين بعمر 60 و70 سيقبل على الله. لا ريب بأن الله عز وجل يقبله، وأن الله عز وجل يفتح عليه، وأن الله عز وجل يعطيه، لكن هو كل الذين كبروا وكانوا بعيدين عن الله يندمون، يقولون يا ريت أنا من عمر 10 سنين أجيت على الجامع، يا ريت من عمر 15، يا ريت أنا ذقت لذة القرآن بعمر 18 و20، كانت حياتي غير. فاللي هلا عمره ب 18 وبال 15 وبال 20 وبال 25، الان الوقت ان تقبل على الله عز وجل، واستعينوا بالصبر والصلاه. وانها لكبيره، يعني هذه الاستعانه لكبيره، او هذه الصلاه والصله بالله لكبيره، الا على الخاشعين. قالوا الخاشعين او الخشوع هي هيئه في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع. لما يستقر هذا الخشوع في القلب، سبحان الله، تنكسر الأعضاء بهيبة، تنكسر الأعضاء بوقار، تنكسر الأعضاء بتواضع. وقال قتادة الخشوع في القلب، يعني ما شرط أنا في الخشوع يكون مرسوم شيء على وجهي، ولا شرط أنا بالخشوع يكون هيك يعني في انحناء برأسي، ولا شرط بالخشوع يكون في تقوس بظهري، أبدا. الخشوع في القلب وهو الخوف من الله عز وجل، في بقلبه خوف بحيث إذا عرضت له شهوة منعه خوفه من الله، إذا عرضت له لذة منعه خوفه من الله أن يتجاوز، وهو الخوف. وقال الزجاج الخاشع الذي يرى أثر الذل والخشوع عليه. نظر عمر بن الخطاب إلى شاب قد نكس رأسه، خافض الرأس، فقال له يا هذا ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. الخشوع أمر قلبي، ما له علاقة بالمظاهر، بس هو عندما يستقر في القلب تكسى الأعضاء بهيبة وسكون ووقار. وقالوا إن الخوف المحمود إذا سكن القلب أوجب خشوع الظاهر، فلا يملك صاحبه دفعه، فتراه مطرقا متأدبا متذللا. وقد قالوا عن عمر كان عمر إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وكان ناسكا صدقا وخاشعا حقا. الآن يا أخوان في عنا أمر، بعض الإخوة وبعض الأخوات يقول أنا عندي مشكلة في صلاتي، خشوعي في الصلاة ضعيف، حتى في الصلاة الوقت الذي أنا لازم قلبي يتصل به بربي 500 وسوسة بتجيني، و700 قصة بتمر على خاطري، وأنا واقف في الصلاة بتلاقيني رحت على السوق واشتريت وفصلت البضاعة وردت ورجعت، أنا واقف في الصلاة بحيث بالأخير ما بعرف صليت 3 ركعات ولا 4 ركعات. هلأ نحن الله يسترنا بستره الجميل يا أخي، والله لو كشف الغطاء الله يغفر لنا كلياتنا. لما الله عز وجل قال رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء الحمد لله الذي لم يقل الله تعالى الذين هم في صلاتهم ساهون، ربكم حميد، إنه الله ما قال في صلاتهم ساهون، قال عن صلاتهم ساهون. لو قال في صلاتهم ساهون ودون أرأيت الذي يكذب بالدين، الله يغفر لنا منروح نحن فيها، لكن من رحمة الله قال الذين هم عن صلاتهم، يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها أو لا يصلون، بس في صلاتهم كلنا الحقيقة يعني يوسوس لنا الشيطان. بس هلأ ما الأمور التي تساعدني على الخشوع في صلاتي؟ 5 أمور. 1، التوجه إلى الله تعالى وتفريغ القلب مما سواه قبل الصلاة. قبل ما أنت تصلي عد لك هيك شي دقيقتين، يعني كل البيعات والشروات والروحات والجيات والتليفونات والمكالمات احكيهم قبل ما تقوم على الصلاة، فرغ قلبك هيك، فرغه من كل شواغلك. 2،
الفهم والإدراك لما يقرأ أو لما يقرأ أو يسمع في الصلاة. إذا عم يقرأ القارئ في سورة، خلي عقلك مع قراءة هذه السورة بحيث أنك تفهم ما يقرأه القارئ، أو إذا أنت كنت عم تقرأ بحيث تفهم ما تقرأه. ثلاثة، التعظيم والهيبة. راقب حالك أنك واقف بين يدي جبار السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، من الذي سيكون الحكم يوم القيامة. التعظيم والهيبة. أربعة، الحياء. خليك هيك وأنت واقف مستشعر حال نقصك وفقرك وحاجتك وقلتك وانكسارك حياء من الله عز وجل. خامسا، كثرة ذكر الله تعالى. أكثر من ذكر الله عز وجل خارج الصلاة، وإذا بك تشاهد نفسك داخل الصلاة في خشوع. للحديث في تفسير هذه الآية تتمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فإن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه والخروج عنه، كان عينا كان أو غيره. إن كان قادرا عليه، فإن لم يكن قادرا إذا ما بيستطيع، قال فالعزم على أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه. عبد الله بن حذافة السهمي محبوس ولا بده ينقتل بعد شوي، الملك بيقول له، مو 100,000 رأس سوري بالشهر، بيقول له تنصر وإلك يا أخي نصف مملكتي، بشاطرك بمملكتي. قال له ما حذرت، ما بيمشي الحال، هات بدنا عرض أقوى. قال له أزوجك ابنتي، ما بيمشي الحال. يا أيها الإخوة، والله هذا كلام يعني، بس فعلا لما المسلم يعرض عليه شيء صعب أن يقول للحرام لا. زوجته يا أخي مغطاي، قال له بدك تفوتي لعند رفقاتي والضيفين، أنت هدوم مثل إخواتي، صلي 20 سنة أنا وياهم، بيجيبهم لعنده على البيت عم يلعبوا شدة، وبدها تفوت تقعد معهم. يا رجل أنا ما بجلس مع الرجال أرجوك أبدا، بدك تفوتي، وإذا ما بتفوتي بدي أعمل مشكلة. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله، كتاب الله.